His name is Ahmed Bazara. He came to India for medical treatment. We are from Yemen, Sana'a. We come to this hospital to do the operation in his knee. He did the operation before 18 days. اسمي محمد إبراهيم بازرعة وقد وصلنا إلى الهند لعمل ميديكال يعني عملية جراحية وهذه العملية ستكون كانت في الركبة اليسرى وأجريت في حوالي قبل 19 يوم من يومنا هذا. أنا أعاني من احتكاك في العظام بقدمي اليسرى مما أدى إلى حصول آلام في المفصل مثل الركبة وقد نصحني الأطباء بإجراء العملية يعني لتفادي حدوث مشاكل أكثر. كان في غاية اللطف معنا وقد أدى لنا خدمات ونحن نشكره على ما قام به معنا شكرا جزيلا. أعتقد أن هذه المستشفى مستشفى المربال هوسبيتال يعني مستشفى تعتبر من الدرجة الأولى في ليس في الهند وإنما في كثير من البلدان يعني مقارنة يعني في كثير من البلدان والخدمات فيها جيدة جدا. وصلنا هنا في ودخلنا المستشفى وصلنا إلى الهند في 25 سبتمبر ودخلنا المستشفى في حالا في اليوم الثاني وأجرينا الفحوصات اللازمة وعملنا الفحوصات أيضا جميع الفحوصات لجميع ليس فيما يخص العملية وإنما في فحوصات عامة وكانت الفحوصات يعني ممتازة وأجريت في وقت مناسب وطول بقائنا في المستشفى كانت أخذنا يعني برعاية تامة وفي نفس الوقت نقدم شكرنا للطاقم المستشفى من الممرضات والدكاترة جميع أو جميع يعني بالنسبة للطعام وبالنسبة للخدمات المواصلات أو المستشفى وغيره وغيره. كما سبق وأن قلت أن هذه المستشفى تعتبر من المستشفيات عالية الجودة مقارنة ببلدان شرق آسيا والشرق الأوسط وفي نفس الوقت أنا يعني لا أستبعد أن تكون في مستوى مستشفيات أوروبا. أتقدم بشكري وتقديري للدكتور الذي عمل علي العملية وأشكره على ما قدمه لي من رعاية ولطف ومراعاة وتمريض خلال فترة وجودي في المستشفى. لا أستطيع أن أعبر عن شعوري بما رأيته من طاقم الاستقبال في المستشفى يعني خدمة ممتازة ورعاية تامة. طبعا لكل بلد ولكل منطقة عاداتهم وتقاليدهم وأنا يعني حسب ما أعتقد من خلال يعني تنقلاتي في الفنادق نظرت أن في بعض الفنادق خدمتهم ممتازة وبعض الفنادق خدمتهم متوسطة وبعضهم خدمتهم رديئة والآن نحن حصلنا على فندق يعتبر من الدرجة الرابعة 4 ستار ويعني عموما هذا في كل مكان مش الهند بس في كل ما تجد السيء والطيب والعالي. الهند بلد عظيمة القارة الهندية تعتبر قارة كبيرة وسكانها يبلغ 200 مليون وحتى
حسب رأيي إنه فيها إنها بلد يعني بلد صناعية كبيرة ويملكون يعني الإمكانيات، ولو أن عدد السكان كبير، ولكن برغم هذا وتغلبت الهند على هذا على هذه الإشكالية، وهم إن شاء الله في تقدم. وطبعا الهند تعتبر بلد صناعية زراعية ومناظرها حلوة، ويعني أهلها ناس طيبين، طبعا خدمات ممتازة ورعاية تامة، وأشعر كأني في منزلي، يعني لا أستطيع أن أجزم بهذا، ولكن لكل واحد يعني رغبته وإمكانياته. وعلى كل حال أنا أفضل أن يكون العلاج في الهند يعني زي ما تكلمت من قبل، أنه يملكون القدرة والإمكانية وكل شيء زيهم زي يعني معظم البلدان المتقدمة، لم أصادف أي متاعب. فدعوا لي في المستشفى